الجزائر أول دولة عربية تطلق قمرا صناعيا بإمكاناتها المحلية، ثالث قمر صناعي مرتقب أن يلتحق بمداره شهر فبراير شباط المقبل. القمر الجزائري الجديد صنع في إطار برنامج الفضائي للوكالة الفضائية الجزائرية التي تهدف إلى إطلاق 10 أقمار صناعية آفاق 2020. المشروع الوطني للبحث العلمي المجسد من خلال برنامج الحكومة ومن خلال برنامج فخامة الرئيس، والذي يشمل ما يسمى بالمخطط الوطني للبحث العلمي، الذي كما تعرفون هو مقسم إلى 34 برنامج وطني للبحث تشمل أو تمس كل مجالات الحياة، وضمن هذا تندرج كل أعمال مخابر البحث. سبق للجزائر أن أطلقت قمرا صناعيا من قاعدة الإطلاق الروسية وآخرا من قاعدة هندية، يقتصر عملهما على مراقبة تغيرات مناخية وزحف الرمال، لكن مختصون يطالبون بتوسيع استعمالاتهما لتصل حد مراقبة تحركات الجماعات الإرهابية في الصحراء وعبر الحدود. لها فوائد عديدة، منها فائدة اقتصادية فعلا بالتأكيد، كما قلت لمراقبة الزلازل، الموارد الطبيعية الموجودة في تحت الأرض، لتفادي كوارث كما قلت مثلا اجتياح الجراد، الحرائق البيئية الغابية وما إلى ذلك. عندها أهمية اقتصادية مهمة، وطبعا قد تستعمل لأسباب يعني عسكرية عند الحاجة. حرص الجزائر على الريادة في الصناعة الفضائية يفرضه وعي عميق بحسب مراقبين لطبيعة الحرب التكنولوجية التي تهدد دولا استراتيجية في المنطقة. إطلاق الجزائر لثالث قمر صناعي ألسات B2 في هذا التوقيت يرجعه مراقبون إلى حاجة الجزائر لمراقبة الكوارث الطبيعية المحدقة، وكذا الوضع الأمني المتردي في بلد شاسع بحجم قارة. أسامة عبد النور، الجزائر، الميادين.